عليكم اخوات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى الف خير، ولقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البنات، عندنا واحد محنشه بالعجينه السحريه نتاع المسمن العاديه والحشوه، حتى هي اقتصاديه. وبغيت هذا النهار نشاركها معكم البنات، ونتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. القدر ديالها بساطين بزاف البنات، وفي متناول الجميع، ودائما يكون عندنا في المنزل ديالنا بلا ما نخرجوا بلا ما نشريو. راه كتجي حسن من الورقه. بغيت البنات نشاركها معكم. عندنا في هذا الاناء 4 ديال الكيسان تاع الفرينه البيضه، عندنا كاس نتاع السميده الرقيقه يعني الفينو، عندنا معلقه ونص تاع الزيت المائده، عندنا معلقة ديال العسل، عندنا معلقة ديال الخل، والملحة على حسب الخليط، والماء باش نجمعو العجينة. بقاو البنات مستمرين في هاد العجينة بالدليك ديالها، كنحصلو على واحد العجينة مطحية ورطبة. نعطيو هاد الدليك البنات، كتبغي الدليك هاد العجينة. في الحشوه ديال هاد المحنشه عندنا جوج ديال البصيلات خضريات مقطعين رقاقين مزيان، عندنا واحد الصدر ديال الدجاج حتى هو مقطع رقيق صغير، عندنا واحد الحامضه مصيره مقطعه رقيقه، والتوابل عاوتاني عندنا الملحه، عندنا الملحه، عندنا التحميره، عندنا الخرقوم، عندنا قزبر حبوب مطحون، عندنا حبه كحله، والهريسه هاد اللون خضر، هادي هريسه حاره تعطيها واحد المذاق زوين، او الشعريه الصينيه مسلوقه حتى هي مبخره شويه قطعتها رقيقه. ودابا غادي ندوزو لعمليه التحضير ديال هاد الحشوه. نديروها في واحد المقيله، سلاف واحد المقلاه هكا، والزويته بطبيعه الحال انا ما تقطعش معكم الزيت، الزيت العاديه ماشي زيت الزيتون، زيت المائده. نخليو هاد البصيلات تشحر، نزيدو لها التوابل الملحة والحبة كحلة، الملحة والحبة كحلة، التحميرة، كاملين هاد التوابل اللي ذكرت معاكم في الأول، قزبر حبوب. كتشحر معانا هاد البصيلة مزيان، ومستمرين بالتحريك حتى ترخت معانا هاد البصيلة. مستمرين البنات مع هذا التحريك تاع هذه البصله وهذه التوابل اللي درنا معاها. نزيدو نضيفو عليها هذاك الصدر ديال الدجاج وداك الحامض اللي شاركت معكم من قبل، وهذيك الهريسه، هذيك الهريسه حتى هي. ونبقاو مستمرين هكا في التحريك حتى نحسو الناس بانهم طابو داك الصدر ديال الدجاج وديك البصيله راها طقطقت، هذوك التوابل اللي تخلطو في الصدر ديال الدجاج. عاد ونوقفو التحريك. وهاد الحشوه البنات بقى لكم اختياريه، هاد الحشوه بغيتو ديروا هاد الحشوه اللي درت انا، بغيتو ديروا غير البصله ودرجه بالبصله الشعريه، بغيتو ديروها بالرز، كيف ما بغيتو تعمروا هاد الحنشه عمر، داكشي بقى لكم اختياري. بعد البنات ما طرفت لنا ديك العجينه، غادي نقطعوها على هاد الكويرات هادو، نقطعوها على ربعه بهاد الحجم هذا. العجينة راها مخدومة مزيان، غادي تساعدنا على الخدمة ديالها على هاد المحنشة. خليهم يترخفو شوية، من
بعد ما ترخفوا لنا غادي نوليو نكرسوها، نكرسو على شكل مسمنه عاديه. غير بالزيت، كاين اللي يدير الزبده، انا بغيت نديرها ندير فيها غير الزيت. بقاو هكا مستمرين لينا البنات حتى نكملو هاد الربعة ديال العجينات، هادو هاد الكويرات بربعة. حتى نبقاو هكا مستمرين البنات حتى نكملو دوك الربعة ديال الحبات، نديرو وحدة في وحدة وحدة في وحدة. نخليوها ترتاح، نحطوها بواحد الميكرة ونخليوها ترتاح. بعد ما رتحت لنا العجينة ورقوها مزيان، ما درنا وحدة في وحدة ثلاثة ديال أربعة ديال العجينات، درنا وحدة في وحدة، غادي نورقوها مزيان البنات بهذا الشكل هذا. كل العجينه مخدومه مزيان كتعطينا الطوع كما درنا لها كتسعفنا. بعد ما رققنا هاد العجينه البنات مزيان، غادي نعمرو الحشوه ديالها، غادي نفرقوها على ثلاثه هاد الحشوه. نخلو واحد المسافة ما بين الحشوة والحشوة، بهذا الشكل هذا. نديرو هكا حريبلات، ثلاثة ديال الحريبلات، نخليو ما بينهم واحد المسافة خاوية، وغادي نقطعو هكا بالجرارة ديال البيتزا. نوليو نردو العجينة بهاد الشكل هذا. هاد الشكل هذا كنديرو واحد الحربول طويل، واحد الصينية تكون هكا دائرية، ندهنو لها شوية ديال الزيت، شوية ديال السميدة باش مكتسقلناش. وخدنا كارطة البنات، هاد الشكل هذا هكا على شكل حالة زوري. هاد الثالثة درنا الأولى والثانية، حربو الأول وحربو الثاني، وحنا مستمرين في الحربو الثالث بهذا الشكل هذا. نخليو الفجة هكا مع بعضياتو، ندخلهم النار في الوسط يجي على هذا الشكل هذا. شوية ديال التحميرة وشوية ديال الزيت،
سخون، الدرجه ديالو تكون عاليه. بعدا دوك ندخلوه. هيا البنات من بعد ما خرجتها من الفران تسمعوا التقرميشه البنات، سمعوا التقرميشه، تبارك الله البنات مقرمشه وهشيشه، تقولوا عليها مع العجينه ديال المسمن كتقولوا بالضبط الصغيره. شوفوا البنات شوفوا التقرميشه كتجي البنات زوينه. بغيتكم البنات تجربوها حتى نتوما لانها سهله والحوايج ديالها كاملين في الدار يكونوا عندنا بلا ما نضلو نشوفو في الورقة. ونتلاقاو البنات في وصفة جديدة ان شاء الله في شي فيديو جديد، وما تنساونيش البنات من اللايكات ديالكم ومن الاشتراكات والبارطاج مع الحباب، وشكرا.